شايف غياب عبد الله السعيد عن النادي الاهلي اثر بنسبه كام في الميه؟ هو اثر بنسبه كبيره. خلينا متفقين ان عبد الله السعيد لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، لان الحته دي مش موجوده كتيره في مصر، في انديه كتيره في مصر. فعبد الله السعيد افضل واحد في المكان ده، ويمكن هو كان حلقه الوصل بين نص الملعب وازاره. صحيح. الحاجه الثانيه ان عبد الله السعيد لو قلنا نسبه تاثيره على النادي الاهلي 60-70%، فازاره كمان خلى النسبه تزيد، لان ازاره من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي، فطبعا خلى النسبه تزيد. لان لما تقولي ازاره وعبد الله السعيد فعملت مشكله في النادي الاهلي، اربكت حسابات النادي الاهلي. كمان لو تبص على اجاييه مش في الفورمه بتاعت اجاييه اللي هي بتاعت المباراه السابقه، لان اجاييه كمان كان مرتبط بعبد الله السعيد قوي. لو تلاحظ ان اجاييه مرتبط بعبد الله السعيد قوي، لان اجاييه كان في جميع ماتشاته السابقه تحس ان اجاييه بيدور على عبد الله السعيد، هما الاثنين بيلعبوا مع بعض بشكل كويس، حافظين بعض. فغياب عبد الله السعيد مع ازارو مع سوء مستوى اجاييه اكيد اثر بشكل كبير، مع طبعا ان نيدفيد كمان مش في فورمته وما بيلعبش ماتشات كتيره وكان موجود في التشكيله الاساسيه، فده اثر بشكل كبير على النادي الاهلي. وهو ده اللي خلى كمان، مع ان نادي الزمالك كان متفوق وكان بيلعب بحماس وما كانش قلقان وكان نازل يكسب المباراه دي، فدي ادت لنادي الزمالك افضليه كبيره قوي ان هو كمان يتفوق على النادي الاهلي وان هو يفوز بالمباراه. كابتن وائل، بصفتك واحد من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ الكره المصريه كلها، شايف ايمن اشرف او تقييمك ايه لايمن اشرف كمساك؟ وهل يقدر ان هو يعوض غياب احمد حجازي عن النادي الاهلي؟ لا بصراحه، يعني مع احترامي طبعا لايمن اشرف، لكن ده مش مكانه. ممكن الناس تشوف ان ايمن اشرف كان بيأدي في المكان ده بشكل كويس، لكن انا قلت قبل كده في برنامج قبل كده ان مفيش حد قادر يستغل قلب دفاع النادي الاهلي، لان كان في ماتشات انا كنت بتفرج عليها كان ايمن اشرف بيلعب، وفي وقت كان محمد هاني كان بيلعب كمان في قلب الدفاع. فانا قلت ان دول مش باينين قوي عشان ما عليهمش ضغط، لان كل الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي شايله هم مهاجمين النادي الاهلي، لان انت عندك لما تتكلمي في وليد سليمان، في اجاييه، في قبل كده عبد الله السعيد، في ازارو، في مروان، فالناس كلها كانت عامله حساب ان خط هجوم النادي الاهلي خط قوي جدا، من اقوى خط هجوم في مصر. فعشان كده ما كانوش بيضغطوا، كانوا بيبقوا قلقانين من الحته الهجوميه بتاعت النادي الاهلي، فكان ايمن اشرف ما بيبانش بصوره كبيره لانه ما كانش عليه ضغط. اول ما بيحصل عليه الضغط فبيحصل مشكله، لكن ايمن اشرف من لعيبه كويسه لكن في مكانه. يعني انا شايف ان ايمن اشرف كباك ليفت لعيب كويس، لكن كمساك لما بيحصل عليه ضغط بتبقى مشكله شويه. يعني